صباح الخير على مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده النهارده ان شاء الله مع بعض كده هنعمل شويه اكل لذيذ وسريع. عندنا المكرونه مع الخضار والكريمه، وعندنا سلطه الخس مع الخبز المحمص والسلمون المشوي وحاجه كده ايه هتعجبكم قوي النهارده. وطبعا طبق الدايناميت شريمب اللي هو الروبيان بصوص الدايناميت للمحبين الحار والحلو مع بعض. يلا اول حاجه نبدا في الروبيان. عندنا هنا روبيان انا مقشره وفتحه من الظهر بالشكل ده كده، بيكون مفتوح وبنشيل الخيط الرملي اللي وراه، بنشيل الراس وبنشيل القشره وننظف من ورا كويس جدا ونغسله ونصفيه من الميه. طيب ننزل هنا بالروبيان بتاعنا. والتتبيله محتاجين بيض عشان هو اللي هيساعدنا في قرمشه وقوام كويس لما نيجي نقلي. طبعا بنفصل الصفاره عن البياض. وده ملح، شويه بابريكا مدخنه طبعا، وعندنا هنا توم الباودر. دي كده التتبيله بتاعتنا. خلاص نقلب كويس. طبعا ده روبيان بحري حجم وسط مش مزارع، لانه ده بيكون طعمه احلى وبيكون طعمه مميز كمان. كده نتبله مع بعض كويس جدا ونقلب مع بعض حلو عشان كل حاجه تخش في بعض. تمام كده خلاص التتبيله بتاعتنا جاهزه، والوصفه دلوقتي موجوده على الهواء، تقدروا تسجلوها عندكم وهتعجبكم ان شاء الله. خلاص كده. طيب واحنا الجمبري على طول مش محتاج نحطه في التتبيله وقت كتير، لانه الجمبري اصلا عادي 5 دقايق وتشتغلوا بيه على طول. هنا الدقيق، خلطه الدقيق مع النشا للروبيان المقلي، فهنعمل مع بعض دلوقتي. يبقى هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. نلبس الجلافز مع بعض واوريكم ازاي نقلي الروبيان بتاعنا. طيب انا حميت هنا، عليت هنا النار، ولعت النار على الزيت وزيت الغزير كميه كويسه عشان لما نقلي الجمبري فيه الروبيان نقليه يبقى عايم معانا ويستوي من كل الجهات بدرجه واحده. دقيق ونشا هنقلبهم مع بعض كويس. نجيب بس معلقه نقلب بيها وهوريكم. طبعا النشا مع الدقيق بيدينا قرمشه. اوه يلا هنا وسخنا الدقيق كده ايه. يلا خير بسيطه بسم الله، بتحصل عادي. ننزل بالروبيان بتاعنا هنا. نحط الروبيان بتاعنا حبه حبه وبعيد عن بعض، اهم حاجه ما يلزقوش مننا. يا عيني على منظر الروبيان بتاعنا وهو مقلي، وهو قصدي في التتبيله الجميله. طيب الزيت بتاعنا يبقى سخن عشان هوريكم نعمل ايه على طول. يلا نقلب الروبيان كده شويه شويه. واهم حاجه واحنا بنقلب، التكنيك ده مهم قوي نتبعه، نفرك بايدينا كده الاثنين مع حبات الروبيان عشان يطلع معانا. اوريكم الشكل بتاعه عشان يطلع معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يلا نقلب مع بعض. الزيت بتاعنا هنا سخن، نتاكد انه سخن ازاي. نجيب رشه دقيق خفيفه ونعملها في الزيت. يلا نفض الروبيان مع بعض كويس. ايدينا الاثنين كده نمسكه، وعلى الزيت على طول نحمره لمده 2 دقيقة بالظبط، مش هياخد معانا وقت كتير اهو. واهم حاجه ما يلزقوش مع بعض، نحطهم منفصلين تماما عن بعض عشان ما فيش حاجه تمسك في الثانيه ويطلع كله مقرمش. يلا هنسيبه بالظبط لمده 2 دقيقة على نار عاليه جدا، تقريبا 190 كده. الروبيان بتاعنا جاهز. طيب الكاميرا بقى تجيب هنا على الروبيان وهو بيتقلي، واوريكم الزيت بيغلي جامد بحيث النار تبقى عاليه. يعني شايفين الزيت بيغلي ازاي؟
طيب اهو بصوا المنظر، بصوا مسك ازاي بقى كريسبي، شكله جميل جدا. نكمل التقليه بتاعته. نجهز الصوص، عباره عن مايونيز، صوص الدايناميت، مايونيز كده، مايونيز بتاعنا. طبعا الصوص ده انا كنت هعمله عادي مش سبايسي، بس جالي توصيه من المخرج انه عايزه سبايسي، فانا النهارده ان شاء الله هعمله له حرق كويس جدا. دي سيراتشا، هنا شويه شطه، طبعا الشطه اختياريه، ممكن تحطوها ممكن لا، وده زيت سمسم، هو ده بيدينا نكهه كويسه جدا. لا النهارده امين ان شاء الله هنوري له الشطه اللي على الاصول بقى، هو عادي مش هتفرق معاه قوي. هنا الحليب المكثف المحلى، ده سر الوصفه النهارده. طبعا بتحطوه على درجه الحلاوه اللي انت بتحبوها. هنا شويه صويا، شويه بابريكا، ويبقى كده الصوص جهز معانا. الروبيان خلاص خلص اهو، شوفوا المنظر بتاعه. يعطيك صحه يا شيف. الله يخليك، اخبارك ايه؟ مالا شيف يوصيوا فيك عليا انه عمالين يقولوا خلي امين ياكل شطه جامد، انا بقول لهم مش هتفرق معاه عادي. سمعت ضحكة الشر شيف. يعني بالنسبه لي انا معناها انه تحبوني اوكي مش مشكله. يلا كده الصوص بتاعنا جاهز اهو. ده في تحديات النهارده جامد عليك يا امين، مش عارف ما فهمتش عليه، ما فهمتش عنده مشكله معايا يعني. يلا بص بقى، ده الصوص بتاعنا جاهز اهو زي ما انت شايف. هذا الصوص الحار معنا. حار، بس انا عارف انت اول ما هدوقهولك هتقولي ده عادي ما فيهوش مشكله. طب هات خلينا نذوقه، عندك حاجه خالص؟ اهو في معلقه نكهه صغيره، بص ذوق. يلا انا عارف مش هتفرق معاك. خليك تاخد في حته على طرف المعلقه، هاي المعلقه. معلقه، لا خدها معلقه كامله. يلا يلا معلقه كامله ياكلها. باهي هكا نقبل التحدي انا مع ال عاديه. ها؟ عاديه بنينه صح؟ نزود شطه شويه؟ نزودها شويه شويه. عادي معني. ان شاء الله. يلا بنقعد نطبق بقى. ايه نعمل؟ عمل ايه؟ والله طيبه جدا. مظبوط. يلا كويس، نعمل بقى مع بعض الطبق، نرسم الطبق بتاعنا. انت خدت بالك الروبيان خلص بسرعه ازاي؟ اهو ما هو ما ياخدش وقت اصلا، ما فيش وقت. شايف انت تحط كام فرين يعني، كام طحينه كهو، ما تحطش حاجه اخرى. بنحط طحين ونشا، دقيق ونشا. عمليه دقيق ونشا. بالظبط، نص كميه بنص كميه. فما بعض الاشخاص اللي يقول لك نستعمل مثلا، يحبوا يعملوا الحاجات اللي هكا الكريسبي، انه يحطوا ميه غازيه. لا يحطوا البطاطا المقرمشه. تمام، بيحطوها في وسط البطاطا المقرمشه. في بيعملوا كده. عادي. وفما اللي يحطوا الخبز معنا، انه الخبز يحطوا الخبز برضه. بالظبط، خاصه خبز الباجيت. خبز الباجيت بتحبه انت اكيد طبعا. بتعرف طيبه جدا السوس يا شيخ، والله روعه والله، يعني مطعمها هكا في فمي طيب. معنا شوف بقى هنعمل ايه، ناخدها كده ونحطها على جنب في الطبق. ماشي، انت ايه رايك؟ بتحب المطبخ؟ بتحب الطبخ؟ بحب انا كل شيء يا شيخ. والله كويس الحمد لله، كده احنا اصحاب اكتر. لان انا المطبخ بعشقه وبعشق اللي يحبه كمان. كده الروبيانا متغرقه كويس في الصوص، متشربه. تمام. فين او انه ممكن انه تقدمها هكا وتخلي الصوص على جنب. صحيح بالظبط. لمحبي عادي اللي بيحب الصوص زياده، نقدر نحط زي ما انتم شايفين كده. صحيح. او نقدر نحط في طبق جانبي على جنب. طيب اقول لك بقى ايه رايك تساعدني؟ نساعدك. شايف فضل. شايف اللي ما فيهوش صوص هنحطه هنا ونرجعه تاني. اللي ما فيهوش صوص نحطه كده، قلبه في الصوص وترجعه تاني، واحنا مع بعض هنا هنعمل الطبق بتاعنا. يلا اعمل انت طبقك وانا هكمل هذا. هنا عندنا شويه من الخس اللي هو الصغير ده، ورقيات خضراء يعني، حطها بالشكل ده. اهم حاجه تبقى في خط واحد. ونجيب الصوص بتاعنا، اوريكم هنعمل ايه.
طيب ده صوص الدايناميت نفسه. هنعمل بقى ايه الطبق بتاعنا، نحط نقطه كده ونجيب هنا كمان ايه نفس الدايره، كمان دايره، وهنا برضو في دايره كده، واقول لكم ايه نعملها ازاي. طيب استاذنك كده نجيب الفوطه بتاعتنا. اتفضل يا شيف. هكا راضي على شغلي شيف ولا؟ لا لا راضي راضي ما تقلقش، اهم حاجه يبقى هم خلاص هم مش راضيين. ما منتج الحلقه دي ما مش راضي على شغلي، مش عارف ليه كده. شفت يا شيف والله يعني كل يوم انا وياه هكا معني. يلا ايه رايك بقى نحط الروبيان بتاعنا؟ انت خلصت؟ خلاص خلصت. باقي لك كمان واحده، هذه اخر واحد. اخر حب حط الروبيان على يسوي. يوب بص انا عملت ده. اوه اشتغل هنا، هاخدها منك. بسم الله. طيب حلوه طريقه التقديم، روعه. رص كده عجبك؟ خلاص الطبق ده انا شايله لك، حطه كده مع بعض، لان العين بتاكل معروفه قبل. صحيح صحيح، فده ضروري دايما نعمل الطبق بتاعنا دايما تكون طريقه التقديم لازم لازم تكون مهمه. طيب نعمل اللمسه الاخيره. يلا يلا، هنا عندنا رشه سمسم، سمسم وحبه البركه، رشه خفيفه. اوه تعطيه طعم رائع، طعم وشكل جميل وطعم. طبعا تحب السمسم ده؟ هنا بنجر كده اهو. اللمسه الاخيره اللي بتحب الحر، شويه حر كده، يبقى الطبق بتاعنا معانا خلص. ايه رايك في الطبق؟ روعه روعه الطبق كده. طبق الدايناميت شريم، خليها كده. خلينا اقول لك على حاجه كده، هو لما حاله راه يظهر من الكاميرا اللي من فوق، خليه هون. خليه هنا، هو يجي بقى الكاميرا اللي من فوق بالظبط. ايه يظهر طريقه التقديم الصحيحه معنا. هو كده يبقى خلص معانا الطبق. ايه رايك نخش على الطبق اللي بعده؟ نخش على الطبق اللي بعده، ما زال عندنا وقت احنا بنسال المنتج على طول. ما زال عندنا شويه وقت شايف، ما لنا بدنا نحضره. وهذا طبقنا الاولاني مشاهدينا، ده الطبق الاولاني الدايناميت شريم. الطبق الثاني شايف، يلا بينا. وات داون سيلد كنت تحب الباستا؟ الباستا تاكل معشوقة الجماهير، غرامي الباستا شايف. يلا نبدا فيها. سخنت الطاسه كويس؟ تمام. وعندنا هنا زيت زيتون. اول حاجه كده، اول حاجه زيت الزيتون، يعني دايما باستا لازمنا زيت الزيتون اول حاجه، وحته زبده، حته زبده صغيره، لانه صوص بلانش صلصه بيضة. ما هنعمل صلصه بيضة النهارده. ما هي دي، ما الصلصه البيضة شايف على فكره ينصح دايما انه يتحط زبده معاه، لازم. لانه لازم. تعطيك الصحيح. وهي سخنه على طول، سمعت الصوت؟ لازم النار تبقى عاليه. وهو بتقلب الفلفل مع بعض، ده فلفل قطعناه جوليان شرايح رفيعه. ننزل بالمشروم. دي وصفه النهارده كده ايه، سريعه وممكن تعملوها في البيت بكل سهوله يعني. هذه سهله جدا وباهيه معناها. اكيد. طيب بنسيب الخضار كله يتشوح مع بعض. هذه احلى حاجه تعجبنا في الشفيه، كي تكون يحضر لك في طبق باستا قدامك مباشره. اكيد. يكون مع هذه الكبيره بتبدا هكا عاليه، تحس انه طلعت المكونات الكل فوق ورجعت. طيب يا شيخ، هذو من كل بعض شنو باش تضيف عليه؟ هنضيف دلوقتي على ايه بقى؟ اللمسه الاخيره بتاعتنا هي البهارات. بسرعه البهارات، بعد البهارات تحط الصلصه. بالظبط، شويه زعتر نحط الكريمة الطبخ. واضح. طيب اهلا وسهلا، نحضر مع بعض السلمون التتبيله بتاعتنا. عايزين شويه زيت زيتون خفيف، ما بنكترش قوي، عشان زي ما انتم عارفين السلمون فيه نسبة كبيرة من الدهون الصحية. شوية من البابريكا، رشة ملح، وفلفل اسود. طبعا عندنا النار تبقى سخنة، وهنحط السلمون على الجلد بتاعه، نقلب مع بعض. طبعا ده السلمون من حاجات السمك الجميل والمفيد، وفي نسبة اوميجا 3 كويسة جدا ومشبع كمان. طيب الطاسة هنا عندنا سخنة على الوش بتاع الجلد، هنحط كده لأن هو ينزل كل الدهون مع بعض. نحط نحمر كويس جدا. نحضر مع بعض الدريسنج بتاع السلطة والخس
هوريكم كل حاجه. طيب كده نحمر السينامون. طبعا لازم تبقى النار عاليه، اي تحمير نعمله تبقى النار عاليه. يلا كده الكيوبس كلها مع بعض تبقى في مسافه بينها وبين بعض. طيب نلبس جوانتي مع بعض. الخس ده الخس بتاع السلطه بتاعنا بيكون فيه قرمشه، هنقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو كده جاهز معانا. هوريكو التتبيله والدريسنج والشغل كله. طيب هنا في المايونيز بتاعنا عليه سوري الخس، هنحط زيت الزيتون بيدي لمعه كويسه، والتتبيله بتاعته مايونيز، شويه ليمون، شويه من الشبت، ورشه ملح وفلفل اسود، رشه ملح كويسه. طبعا الملح ده دايما بيكون رغبه على كل واحد بيحب الملح ازاي يعني. طبعا نتابع مع بعض السينامون. بس كده التتبيله بتاعتنا جهزت، هنقلبها كويس مع بعض. نشوف مع بعض بقى السينامون بيقول ايه. طيب هنا على النار زي ما انتم شايفين، يا عيني خد لون حلو قوي. طبعا ما تخافوش ده مش لون اسود، كده كده هنشيل الجلد يعني. اهو هو الجلد اتفصل لوحده. حمره كل الجهات. شايفين اللون والريحه؟ طبعا انا قلبت الدخان هنا. كده السلمون بتاعنا بياخد 3 4 دقايق، هو كله ما بياخدش حاجه يعني، بيستوي بسرعه. فيك صحة شيف. الله يخليك. الله الله اهلا وسهلا. حته الزبده يا عم، شو هالروائح الشهيه. عمالين تقولوا لحمه واجواء، عمالين لحمه صحيه ومش عارف ايه شيء هذا شيف. انا عمال احط في زيت يا شيف، يعني شو ها، خلينا ريحته بنينة على الاخر. قطع هون لصب لك. طيب هنا نصب الصوص بتاعنا، ناخد منه شويه على الخس. يا عين يا عين. كده برضه هنا عندنا شويه من الخس برضه نحطهم نقلبه كويس. امين استاذنك الطبق. استاذني يا شيخ. تمام يلا. الكبير الابيض. ايوه. بس وين ال اسلم؟ يلا رص مع بعض السلطه. سيزر سلاد مش سيزر ولكن قريبه منها، وهنعملها بالسلمون. يا عين. يلا استاذنك تحط شويه طماطم عليها. خلنا ناخذ لا لا على طول حط من غير ما تشيلش هم. طيب ايه الاخبار الطماطم؟ كيف طيب العصير شاف؟ مياه غازية ما حط معهم. يلا تعالى بقى نحط معاهم فراولة ولا حتة بسيطة ورا، مش مشكلة ما تخافش، هنحط مع بعض السلمون اللي عملناه. حلوة سلطة سلمون أكيد، ومفيدة ومشبعة، وطبق كامل يعني. حلو. بس ده كده الطبق بتاعنا النهائي. إيه رأيك في الطبق يا روعة. يلا كده تخلصنا المكرونه بتاعتنا. يا عين يا عين. مع بعض. لا وامين حلوه فكره السلاد مع السالمون. ايه طبعا. لا تعجبك. والخبز المحمص. رح ارجع اتابع الحلقه اليوم مظبوط لاعرف اعمل السالمون. خلاص اتفقنا. بس كده. نحط الخبز المحمص بتاعنا. نعم. الخبز المحمص في السلطه ولا مش نقطع على جنب؟ اه. يا عين يا عين. هالاطباق شهية جدا والرائحة اشهى. والله عجبني الطبق يعني. دري عجبني الطبق. انا تعرف اللي انا بحب الطماطم جدا. اه بعرف. ايه استاذنك تحط الطماطم او كمل اكل فيها براحتك يعني. شافت اعطيتني صحن طماطم، شو بدك فيه الصباح؟ طماطم